انا ملي كنتكلم على رؤساء ديال باقي الرياضات كنقولوا دي السؤال الابرز، علاش كنتفكروا هاد الناس فقط لما كتجي الملتقيات؟ علاش لما كنتكلموا على هاد الرياضات حتى كتجي مناسبه ولا تظاهره معينه اللي غيشاركوا فيها هاد الناس عدا غنتكلموا عليهم؟ هنا كاين اللي كيطرح السؤال كيقول لك والاعلام الدور ديالو انه يوصل الرساله ويقول شنو كاين وهو اللي خصو. انا بالنسبه لي ماشي الاعلام هو من يتحمل المسؤوليه، من يتحمل المسؤوليه هما هذوك المسؤولين، هما هذوك الرؤساء ديال الجامعات، لان اليوم بان بالملموس انه فين هو هذا العمل اللي كانوا كيخدموا. يمكن ان هذا السؤال اللي غنطرحوا علاش ما كيتواصلوش، علاش ما كيوضحوش؟ كاين اللي غيقول لك اودي راه هاد الرؤساء ديال الجامعات ما كياخذوش الامكانيات الماديه اللي كياخذوها ولا اللي كتخاد على مستوى كره القدم. هنا غنطرح سؤال اخر، الا كنتي ما كتاخذش هاد القيمه الماليه ولا الامكانيات اللي كاينه في كره القدم، اش بالك دير حتى تما؟ حيت الا اليوم كنتكلموا كيقول لك اودي ما عطاونيش الامكانيات، انا نورمالمون الا كنت في مكان معين وما عطاونيش الامكانيات خصني نمشي بحالي، والا وافقتي اذا انت موافق على داك الشيء فاشنو نجزي لينا بهداك الشيء اللي عندك؟ ما تقولش انا ما خديتش او انا ما عطاونيش داك الشيء اللي خيخول ليا نوصل. لا، هداك الشيء اللي عندك شنو درتي لينا به اصلا؟ علاش ما كتوريوناش شنو كتوجدوا؟ فين هو العمل ديالكم؟ فين هو التواصل ديالكم؟ فين هم البلاغات ديالكم اللي يمكن توضحوا لنا طريقه الاشتغال؟ فاليوم ما كنتكلمش فقط على ان هاد الناس خصهم يتقالوا او خصهم يمشيو بحالهم، لا، خصنا نجلسوا معاهم وندير واحد الحصيله، اجي وريونا شنو كنتو كديروا، اجي وريونا فين مشات هاد الامكانيات الماديه اللي كانت مرصوده، وعلاش ما قدرناش اننا نجحوا في عدد من الرياضات. اسئله عديده صراحه كتطرح، لان ملينا انا بالنسبه لي انه في اي فشل ما نقولوا ان هذاك السيد خصو يمشي بحاله وصافي نبداو مرحله اخرى، لا، خصنا نشوفوا شنو اللي خلانا نفشلوا ونجلسوا مع دوك الناس ونحاسبوهم ويجيو ناس اخرين ويبداو من هذاك الشيء اللي كانوا فيه دوك الناس ونطوروا. اما هذه القضيه ديال انه يجي هذا ونحاسبهم بلا ما نحاسبهم نقول يسير بحالك ويجي واحد اخر، فصدقني هذا امر غير مقبول بالنسبه ليا، وكنظن انه حان الوقت. قلتها اكثر من مره، بالنسبه للرؤساء ديال الجامعات كنظن انه خصنا ناس اللي تشتغل بعيدا عن مراكز اخرى. ما يمكنش انت عندك 5 ديال المناصب وباغي تخدم، انت ما خدمتي حتى في واحد هذاك تقول لي عندي 5 ديال المناصب. وضيف الى ذلك علاش كيكونوا ناجحين في الشركات ديالهم وما كينجحوش في الجامعات اللي كتعطاهم؟ سؤال انا بالنسبه لي كنطرحه في اكثر من مره. الا مشيتي مثلا للشركه ديال اي واحد ولا اي حاجه عنده غتلقى داك الشيء غادي كما كنقولوا مقاد، هادي عارفه فين غاده وهادي فين غاده، ولكن ملي كتجي للامور الرياضيه كتلقى شيء اخر. ففين كاين المشكل؟ واش فيهم؟ واش في الناس اللي معاهم؟ فكنظن انه لابد من اننا نجلسوا مع هاد الناس نسالوهم شنو درنا، علاش ما نجحناش، ومن ثم بعد ذلك يمكن انهم يتقالوا ونبداو من جديد.